من ليس له مكان في منى أن يجعل رميه يوم غد في الليل حتى يبقى كثيرا من الليل في منى. والواجب في المبيت للمتعجل بيات ليلتين، هذه الليلة والليلة القادمة. فإن ترك مبيت ليلة متعمدا، ذهب يتبضع يتسوق وفاته المبيت، والمبيت يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، فإنه من ترك مبيت ليلة واحدة عليه أن يتصدق بشيء، ب50 ريال بنحوها. فإن ترك مبيت ليلتين متعمدا يأثم، وعليه فدية ذبح شاة أو سبع بدنا، لأنه فرط في ترك واجب من واجبات النسك. وأما المتأخر فإنه يبيت هذه الليلة ليلة 11، والليلة القابلة ليلة 12، والليلة الآبلة ليلة 13. وها هنا تنبيه على مسألة تتعلق بالمبيت. يظن بعض الناس أن المبيت لا بد أن ينام، لا، المبيت هو مكثك في هذا الوادي. وقد استقرت في سنته صلى الله عليه وسلم أن البقاء في مشعر منى يوم العيد وأيام التشريق في النهار سنة مؤكدة، والبيات في لياليها واجب من واجبات النسك، واجب من واجبات النسك. ثم في الرمي، من لم يرمي اليوم يرمي غدا لهذا اليوم ولغد، من لم يستطع الرمي ليوم غد يرمي بعد غد لغد والذي بعده. وأنبه هنا إلى خطأ يقع في الرمي هذه الليلة، يبدأ هذا الخطأ هذه الليلة. فإن فئاما من الحجاج تبرمجوا على التوقيت الغربي في اليوم والليلة، فإن النظام الغربي اليوم ينتهي الساعة 12 ليلا ويبدأ بعدها 1 صباحا. أنتم أهل الإسلام، يومكم هو بدء صيامكم، نصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا نصوم إلى الساعة 12 ليلا ثم نمسك الساعة 1 صباحا. والخطأ الذي أشير إليه وجدناه في الجمرات على مدى سنين من الرصد والتتبع، وهو أن كثيرا من الحجاج يزدحم في الرمي في الساعة 12 ليلا، يظن أنه يرمي في 12 ليلا لهذا اليوم، ثم يمكث هناك يزدحم ويتراصون ليرموا 1 صباحا لليوم الثاني. هذا غلط، فإن بقاء استمرار الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، ويبدأ الرمي غدا من الزوال إلى طلوع فجر يوم 12. انتبهوا لهذا، ولا يخدعنكم الناس في توقيتهم الذي شابهوا فيه غيرهم حتى يكيفون عباداتهم عليه. خطأ ثاني يا أخواني ما يتعلق بحجوزات السفر، فإنه يردنا في الاستفتاءات من يحجز سفره للداخل أو للخارج يوم 12 عصرا أو مغربا ويريد أن يرمي صباحا. يا أخواني، يا حجاج بيت الله، يا من أقبلتم تريدون أداء العبادة وتستقيم من ربكم العثرات والخطايا، الحجوزات لا نكيف الحج لأجلها، وإنما نكيف حجوزاتنا على حجها. أيهما أعظم، حجزك أم حجك؟ حجك أعظم، تكيف حجوزاتك وذهابك وسفرك على أداء الحج بكليته بأركانه وواجباته واكتماله في حقك. وليس من العقل وليس من الدين أن تتساهل في أحكام الحج وتقول يكفي أني أذبح ما يحتاج إلى ذبح وأوكل ما يحتاج إلى توكيل. أنت مسؤول عن هذه العبادة أن تؤديها كما أمرك ربك، وأن لا تستخف بها وأن لا تستهين بشأنها. وفق الله الجميع لمرضاته، وجعلنا وإياكم من أوليائه وأحبابه وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم.